رح نروح صراحة لأولى محطاتنا لليوم مع الكورونا، فما عادت بوصلة الأحداث تحيد أبدا عن كورونا، هذا الوباء العالمي الذي ينتشر يوما بعد آخر بسرعة هائلة حول العالم، وما زالت المعلومات حتى اللحظة هي عبارة عن قراءات للدول التي أصابها هذا الوباء. ولنجيب على بعض الاستفسارات الشائعة حول فيروس كورونا، معنا الدكتور حسام حديد رئيس شعبة الأذنية في مشفى المواساة. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحكم. واهلا وسهلا فيك، صباح الصحة. اهلا فيكم يا هلا. يسعد صباحك دكتور مرة ثانية واهلا وسهلا فيك. اليوم يعني العبء الكبير علينا انه نحن نكثف كثير من الاشاعات ونوضح كثير من الامور ونجاوب على الاستفسارات. نعم. كثير من الدول او بعض التصريحات يمكن اللي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي انه وصلنا للقاح ضد فيروس كورونا، قدرنا نحن نوقف على اول الطريق لحتى نعالج هذا المرض وهذا الفيروس، شو مدى صحة هذا الشيء؟ لوين وصلت اخر الابحاث والدراسات؟ نعم. يسعد صباحكم، صباح المشاهدين جميعا، صباح الصحة والعافية لبلدنا الغالي. مثل ما تفضلتي حضرتك، أكيد نحن صار في عنا كم معلومات كبير عن فيروس كورونا، يوميا عم نسمع وعم نقرأ وعم نشوف كأطباء كحتى يعني المواطنين كله عم يتابع هذا الأمر بشكل طوعي أو بشكل إلزامي نتيجة تحول كل وسائل الإعلام لهالموضوع. الشيء اللي كثير مهم هو موضوع الشائعات وموضوع خلينا نقول المبالغات اللي عم تكون ببعض الاخبار او ببعض وسائل الاتصال. موضوع اللقاح بالذات هلا حضرتك عم تحكي فيه، نحن عم نحكي عن لقاح رح ينعطى لشريحه كبيره من المجتمع اذا توافر او تامن. فهذا اللقاح لحتى يتامن ولحتى يخرج للاستخدام لازم ياخذ وقت معين. نعم. بيعتمدوا في اسس معينه بتعتمدها منظمات الادويه ومنظمات المعنيه بهذا الامر. فهذا الشيء قد يستغرق سنه لسنه ونص تقريبا. قبل هذا التاريخ مستحيل انه يطبق هيك لقاح على عامه البشر. فبالتالي نحن لما عم نحكي بلقاح عم نحكي بتجارب، هي التجارب عم تكون على خلينا نقول على حيوانات التجربه والامور الثانيه، وفي بعض التجارب عم تكون على بعض المرضى الحالات حرجه كثير. نعم. في بعض حالات حرجه خاصه اللي على بالعنايات المشدده عم يحاولوا يحقنوا لهم بعض الموصول على اساس انه يشوفوا كيف استجابتهم لها، بس كله هذا لا يتعدى كود التجربه لانه احنا ما بنقدر نطبق هيك شيء على مجموعه بشريه كبيره الا اذا كنا متاكدين من اثاره الجانبيه ومن العوارض اللي ممكن تكون. نعم. لما بنقول بعلاج، علاج مثل ما شفتوا حضرتكم كثير عم ينحكى عن بعض الادويه اللي بتستخدم لامراض ثانيه ومدى امكانيه استخدامها بحاله الكورونا. الموضوع كمان لسه مسار بحث وجدال، طبعا اقل لانه هي الادويه مستخدمه سابقا ومعروفه مضارها ومعروفه فوائدها، فممكن تطبيقها بشكل اوسع. بس مع ذلك هذا الموضوع لسه مسار بحث كبير. البارح كان في دعوه من نقابه اطباء دمشق، مشكورين السيد نقيب، لمجموعه من الاطباء، كنا بنقابه الاطباء وحضرنا بث مباشر لمثل مؤتمر حول العالم عن طريق الانترنت كان عم ينعقد. نعم. عدد كبير من الباحثين ومن الاطباء حول العالم لحد هلا عم يتناقشوا وعم يعرضوا شو سووا التجارب وشو عطوا نتائج ضمن هالوقت هذا. لحد هلا ما حدا عطى بروتوكول ممكن اعتماده بشكل كامل لموضوع العلاج، ولكن يمكن استخدام بعض الادويه عند بعض المرضى اللي اثبتت فائدتها ببعض المجموعات. دكتور يمكن عم نشوف مثل ما ذكرت حضرتك سباق بين الدول اليوم مين بده يلاقي علاج لكورونا، كان في عم تكون نصائح او اذا بدنا نقول وصفات عم تكون لاوبئه سابقه مثل الملاريا مثل الايدز، عم يعملوا كوكتيلات منا وعم يجربوا. تمام. ولكن هي عم نحكي عن العلاج، ولكن اذا بدنا نرجع نحن لخط المناعه وهو الكل اجمع عليه هو الهدف الاول والاخير، خلينا نحكي جميع الباحثين اكدوا انه اشخاص ضعيفي المناعه هم الاكثر عرضه للاصابه بهذا الفيروس. تمام. شو المقصود بضعف المناعه؟ تمام. طبعا مثل ما تفضلتي حضرتك موضوع العلاج بيد الاطباء والباحثين حاليا لحتى نوصل لصيغه نهائيه. الموضوع الاساسي اللي بنقدر نساويه نحن ونلتزم فيه ونعمم ثقافته على كل المجتمع هو موضوع الوقايه. الوقايه بكل اساليبها واللي هلا عم نشوفها كمان بالتلفزيونات وعم نشوفها بكل الاماكن، منشورات، ملصقات، التوصيات اللي بنعطيها لكل المواطنين. الجزء الاهم فيها هو حمايه مضعفي المناعه. مضعفي المناعه يعني هي كلمه بتشمل كل المرضى اللي عندهم امراض او الاشخاص اللي عندهم امراض مزمنه ممكن تقلل من مستوى مناعتهم
وممكن تقلل من مستوى استجابتهم للعوامل الممرضه اللي بتدخل للجسم. يعني نحن عم نحكي من ابسط شيء، المرضى اللي عندهم مشاكل الضغط والسكري، المرضى اللي عندهم مشاكل الربو، المرضى اللي عندهم علاجات مثبطه للمناعه بشكل مزمن، مثل المرضى اللي بزرع الكليه مثلا او زرع الاعضاء اللي بياخذوا مثبطات مناعه لفتره طويله، بعض مرضى الامراض المفصليه الروماتيزميه كمان بياخذوا ادويه مثبطه للمناعه، عم نحكي ببعض الامراض اللي الاورام اللي بياخذوا علاجات كيماويه. كل هدول طبعا هن ضمن شريحه المرضى مضعفي المناعه، اضافه لشريحه كبار السن اللي عم نحكي ب 70 75 واكبر. هذا كمان شريحه من المرضى اللي الجهاز المناعي بطبيعه الحال بيكون اضعف عندهم، وبالتالي استجابتهم اقل. مو كل هالشريحه هي، ولكن هن نسبه اكبر، يعني مشان ناكد على هالموضوع. يعني نحن لانه في حالات شفاء عم تكون لكبار السن، اكيد اكيد، وفي حالات اصابات خطيره لصغار السن. فنحن ما عم نحكي عن معلومه صم ثابته بهالشكل هذا، نحن عم نحكي عن ارقام عم تتداول حسب تجارب الدول اللي كان فيها عدد اصابات كبيره. ان شاء الله ما نضطر انه نسجل هيك دراسات نحن وما نوصل لهالمرحله هي ابدا ان شاء الله يا رب. دكتور، كمان الاسئله كثيره اليوم وصلت العالم، انه يعني دقق على ابسط الامور، انه بهي الطريقه ممكن ينتقل الفيروس او لا، ممكن ينتقل الفيروس عن طريق الطعام، في اشارات استفهام حول هذا الموضوع. يعني كيف نحن بنقدر نجاوب على هذا السؤال، انه خاصه تسكرت المطاعم، كان هو اول اجراء نارمين اتخذته الدوله، انه تسكرت المطاعم والناس بلشت تخاف، حتى يمكن العلب صارت تجيبها والمعلبات تعقمها كمان غير الاطعمه. هلا مذكور نسبه انتقال ببعض الدراسات عن طريق الطعام، ولكن هي نسبه ضئيله بتتعدى 1-3% هيك شيء. بس اغلاق المطاعم والامور اللي ذكرتها ضمن الاجراءات الاحترازيه للحكومه بتتناول طريقه الانتقال الرئيسيه اللي هي طريقه التنفس والارزاز والقطيرات اللي بتبقى على الاسطح لفتره طويله. نعم. فانت عم تحكي عن شخص عم يتعامل مع مواد، ممكن تكون مواد غذائيه، ممكن تكون مواد الصحون، المعالق، الصينيه، الطاوله، يعني كل هالامور هي انت عم تقللي للحد الادنى احتمال انه يصير في تماس بهالموضوع. فمو شرط انه هو اغلاق المطاعم بسبب الانتقال الهضمي، لا، هو بسبب التعامل بطريقه الانتقال الرئيسيه اللي كلنا صار نعرفها. نعم. بنرجع بناكدها، لانه اذا عرفنا طريقه الانتقال الرئيسيه نحن رح نقدر نحقق الوقايه الصح. طريقه الانتقال الرئيسيه هي عن طريق انتشار الرذاذ والقطيرات من الفم باتجاه الاسطح الصلبه او باتجاه الوجه مباشره. نعم. باتجاه الاسطح الصلبه بالتالي هي رح تقعد لفتره طويله، رح تنتقل من خلال اللمس بالايدي باتجاه الشخص اللي رح يتعرض للاصابه. مشان هيك نحن بناكد على عدم لمس الوجه باليدين، عدم لمس العينين، عدم لمس الفم. لمس الوجه واليدين والفم والعينين والفم ممكن يكون مجال لانتقال هالفيروس للجسم. مشان هيك انا هون حابب اكد على نقطه عم شوفها كثير، وانا كل ما عم شوف حدا عم حاول انصحه. موضوع ارتداء الكفوف الطبيه او القفازات مانو، بدنا ننتبه كثير لهالموضوع هذا. مانو ضرورة؟ مانو ضرورة. أحيانا ارتداء القفازات بيعطيكي ثقة زايدة بموضوع الأمان الطبي أو الأمان الصحي. ارتداء القفازات، يعني أنت بالقفاز ممكن ترجعي تلمسي عينك أو الفم وتنقلي من الكف لك، أو حتى تنقلي منك لحدا ثاني. فبالتالي استخدامهم مانو هو استخدام، أنا برأيي مانو استخدام صحيح. نعم. لهم أماكن مخصصة للاستخدام، خاصة الاستخدام الطبي. بس دكتور، بس عم يقولوا، يعني نحن دائما بننصح بعضنا وبنفوت بهذا الجدال، بيقولوا انا عم عقم وعم غسل مثل كاني لابس الكفوف، فهو بيقتل الفيروس على الايدين. غسيل اليدين بيرفع الفيروس عن الجلد اسهل ما يرفعه عن اللاتكس او عن النتريل او اي شيء من هالاصناف الكفوف الموجوده. دائما اذا نحن اعتمدنا غسيل اليدين بشكل صحيح لمده حوالي 20 ثانيه بيكون اجدى وافضل من استخدام الكفوف بالشكل العام الشائع. نعم. كمان دكتور، بالنسبه للاعراض، طبعا عم نسمع كل دوله الى اعراض يمكن عم تختلف نوعا ما من دوله لدوله ثانيه، حتى في بعض الاشخاص يمكن بينصابوا بالفيروس بغير فتره الحضانه اللي هي 14 يوم، يمكن عم بيطولوا لحتى يحسوا ببعض هي الاعراض. خلينا نشرح هذا الشيء. تماما. كيف ممكن نحن نفهمه قبل هي ال 14 يوم وبعدها؟ هلا نحن يعني أطباء وكمواطنين نتذكر سن شهر 3 السنة الماضية وقت اللي ما كان في كورونا، معتاد عنا نحن بطبيعة منطقتنا بطبيعة بلدنا أنه بهالوقت بتبلش أعراض الحساسية، بتبلش أعراض العطاس أو الحكة الأنفية أو الحكة العينية.
احيانا بتكثر بهالموسم هذا اعراض الرشح العادي، الزكام العادي نتيجه تغيير الجو، بين برد بين دفى بتصير في عنا. فهي الاعراض لازم كمان ننتبه لها نحن ونصنفها من ضمن هالامراض اللي هي ما لها علاقه بموضوع الكورونا. حاليا اغلب الاعراض الموجهه خلينا نقول لكورونا هي موضوع السعال الجاف والحراره الشديده واحيانا الوهن والتعب العام والصداع. هدول الثلاثه بشكل اساسي ممكن نعتبرهم موجهين نتيجه الدراسات، برجع اقول، بس هذا ما بيمنع انه يكون في ضمن الاعراض كمان التهاب بالبلعوم، التهاب احيانا بالملتحمه نتيجه انه انتان فيروسي، اعراض هضميه احيانا. يعني هي الاعراض اللي نحن بنشوفها عاده باي انتان تنفسي علوي بنتعرض له. نعم. بس بشكل اساسي هلا التركيز على هدول الاعراض الثلاثه. نعم. بس مو معناتها كل واحد صار عنده هالعرض فهو مباشره اليوم ما عم تسترجع العالم تعطس دكتور. ما عدا الحراره طبعا، ما عدا الحراره، لان الحراره هي شيء موجه كثير. بس يعني العطاس او حكه الانف او حكه العين، ما بدنا ننسى انه هي اعراض تحسسيه شائعه بهالموسم عندنا. هلا فرح خليني اعطس، ما في مشكله، ما في اصلا، هو صحي الواحد يعطس بس يعني بكوعه قد ما فينا. تمام، نلتزم التعليمات الصحيه. صحيح. تمام. يعني كمان في كثير استفسارات، اشاعات، اقاويل بدنا نستفسر منها من حضرتك. عم يقولوا انه في اشخاص انصابوا بفيروس كورونا وانشفوا ورجعوا انصابوا مره ثانيه، قديش هي المعلومه صحيحه؟ تماما، في دراسات كثير عم تحكي عن الاصابه الثانيه. طبعا هو الفيروس بطبيعته مثل ما يعني اي فيروس ثاني، هو فيروس متغير او فيروس فيه عده اشكال، فالاصابه الوحيده اكيد هي ما اصابه واقيه 100%، ولكن بتعطي مناعه تجاه هالفصيله من الفيروسات او هالشكل من الفيروسات، فهذا الشيء اكيد ما بيمنع انه تصير اصابه ثانيه خلال هالتفاصيل هي الطبيه. المشكله يعني ما بدنا كثير ندقق فيها، لانه نحن رح نفوت بقى باشكاليات مع الاشخاص. مثل ما تفضلتي اول الحلقه، موضوع الخوف او موضوع الرعب، موضوع التهويل للقصه اللي بتخلينا كمان نروح باتجاه ضعف مناعه. فبالتالي نحن لا، بدنا نضل قدام حاله مرضيه ممكن نتصدى لها بشكل كثير جيد ضمن اجراءات بتبدا من الشخص نفسه، بتمتد للاجراءات الحكوميه اللي اخذت مدى واسع وكانت يعني مغطيه لكذا الموضوع بشكل جيد، وبالتالي نحن قادرين انه نتخلص من هالجائحه هي خلينا نسميها او الوباء، وبدون او باقل خسائر ممكنه وبدون اضرار. نعم. يعني بعض الاسئله دكتور الشائعه، وحتى نحن بنسال حالنا، انه اليوم كل شخص ببيته قادر ينظف، قادر يعقم، وحتى بالمؤسسات العمل، لكن الاشخاص اللي عم يشتغلوا اصلا بالرعايه الصحيه وهن يمكن خلينا نقول خط الدفاع الاول لصد هذا الوباء، كيف المفروض يهتموا اليوم بصحتهم ويهتموا بإجراءات الاحترازية لحتى يحموا حالهم، خاصة مثل ما قلنا هن خط الدفاع الأول بمواجهة هذا الوباء؟ طبعا بستغل يعني وجودنا هون لنوجه تحية لكل الزملاء اللي عم يشتغلوا بالمجال الصحي حاليا، لكل الكوادر الطبية، الممرضين، حتى يعني كل من داخل المشفى، حتى المستخدمين، حتى عمال النظافة، كلهم لهم دور بدرء هالوباء هذا والتعامل معه. العامل الصحي او بنسميهم يعني القائمين على الخدمة الصحية، في وسائل معينة للحماية لابد من توفرها، ومشافينا الحمد لله قادرين تأمن كل هالوسائل الصحية. لازم ننتبه إضافة لهيك لعامل ثاني عند الأشخاص اللي بيشتغلوا بالعامل الصحي، موضوع المناعة كمان الشخصية، موضوع التغذية، موضوع بعض المتممات الغذائية اللي ممكن تدعم الجسم كمان وتوقفه باتجاه هالمرض هذا. وسائل الوقاية عند الطبيب أو عند الممرض اللي عم يتعامل مع المرضى ما بتختلف كثير عن الشخص العادي ببيته أو بمكان عمله، هي الوقاية من هالإرزاز ومن هالقطيرات، والوقاية من الخطأ، يعني الخطأ اللي ممكن يؤدي لأنه أنت تلمسي مكان ملوث وتنقلي العدوى إليك. هون بقى بده يكون الحذر، لانه انت بمكان فيه خطر اكثر او فيه انتشار اكثر. هلا حاليا نحن كل شيء عم نتعامل معه كمشتبه، وهذا هو السر بتخلص من هالازمه والوصول لاقل عدد من الاصابات. الشك باي حاله مرضيه ممكن توصلك عند اعراض مشبه، يعني اعراض موجهه لهالحاله،
وانه تتعاملي معها كانه مصاب، ليس ما تثبت العكس او يثبت انه من فصيله مرضيه ثانيه او عدم وجود الحاله. كمان دكتور، من الاجراءات الوقائيه عم نسمع بمصطلحين انه العزل والحجر، شو الفرق بيناتهم؟ تمام. هلا نحن موضوع الحجر هو موضوع ممكن نقول شوي انه هو يعني ما له علاقة، مو ما له علاقة يعني ما في تداخل طبي فيه. يعني موضوع الحجر ما في تداخل طبي، هو مجرد في الحجر المنزلي بالبيت، ممكن الحجر المنزلي، ممكن الحجر بمكان معين، مجرد عدم الاختلاط مع الأشخاص الآخرين. موضوع العزل هي شعب العزل وغرف العزل الخاصة الموجودة بالمشافي اللي هي بتتولى الخدمة الطبية، إضافة للعناية من حماية من انتقال الفيروس أو انتقال المرض لأشخاص ثانيين. الحجر هو لأشخاص ممكن يكونوا مثلا مخالطين او اشخاص جايين من سفر او مخالطين لاحد مريض ثبت اصابته. العزل هن الاشخاص عندهم حاله مرضيه ونحن شاكين باصابتهم، او عالم مثبت يعني اشخاص مثبت اصابتهم المرض. نعم. كثير من الاشخاص دكتور كمان عم يسالوا انه شخص يمكن اتم فتره الحجر، ان كان راجع من سفر وان كان مشتبه باختلاط او الى اخره، هو اتم فتره الحجر اللي هي 14 يوم، بعدها لازم يرجع يعيد التحليل، او كيف بيكون التعامل معه دكتور؟ هلا بصراحه فتره الحجر ما شرط يكون فيها تحليل، يعني هي فتره الحجر ما ضروري يكون فيها مسحه. طبعا هاي الامور احنا ما رح يعني الموضوع بهيك حالات يسلم لجهات معينه هي بتتولى هالموضوع لبروتوكول العمل، وهلا وزاره الصحه هي عم تتولى الموضوع، ولكن موضوع المسحه للشخص المخالط او الحجر ما أنا اجباريه، لانه هو ما في عليه اعراض، المريض ما في عليه اعراض، او الشخص ما رح نسميه مريض ما عليه اعراض، وبالتالي ما في داعي لاجراء المسحه له. وفتره ال 14 يوم هي الفتره القصوى، يعني هي اذا بتظهر اعراض ممكن تظهر بيومين بثلاث ايام باربع ايام لحد ال 14 يوم. فمجرد انتهاء ال 14 يوم بدون ظهور اي اعراض، بالتالي نحن ضمن حدود السلامه. نعم. دكتور كمان من المواضيع يلي عم تنحكى بفيروس كورونا انه في اشخاص ممكن ينصابوا بالمرض وينشفوا وما يعني ما يكون عليهم اي اعراض، ولكن بدنا نحكي الاشخاص اللي حاملين للمرض وما أنا ظاهرة عليهم الاعراض، ممكن ينقلوا المرض لشخص ثاني؟ كل الاجراءات الاحترازيه اللي نحن هلا عم نعيشها واللي عم تتخذها الحكومه واللي عم يتخذوها المشافي والاطباء هي من اجل هدول المرضى. يعني شريحة المرضى اللي حاملين للفيروس وما لهم عارفانين، هدول هن اللي بيخوفوا من نشر الفيروس مجال أوسع ومن زيادة خطره أكثر على المرضى اللي مضعفين مناعيا أو على شريحة المجتمع بشكل عام. مشان هيك يعني فكرة إيقاف المدارس، إيقاف الجامعات، إيقاف التجمعات، عزل مثل ما تفضلتي حضرتك المناطق عن بعضها، كل هالأمور هي مشان عدم انتقال الفيروس من الشخص الحامل للفيروس بدون اعراض باتجاه اشخاص ثانيين. نعم. وهدول الاشخاص حاليا نحن ضمن الاجراءات اللي عندنا هن اللي جايين من سفر غالبا، لانه او من مناطق موبوءه، ونحن صار لنا تقريبا هلا اكثر من اسبوع او 10 ايام الحدود بموجب القرارات الحكوميه مغلقه، وبالتالي نحن ان شاء الله رح نطلع من هذا المجال خلال فتره قريبه، اسبوع او اسبوعين. نعم. كمان دكتور، بعض المخاوف يلي كثير من الناس اللي عم تسال عنها، انه اليوم المشافي شو وضع عنا بسوريا في حال بوجود بعض هي الحالات وازدادت لا سمح الله هي الحالات، شو وضع المشافي؟ هل هي بوضع مهيئ لاستقبال الحالات؟ هلا انا من خلال معرفتي بمشفانا واتصالنا مع زملائنا بالمشافي الثانيه، اغلب المشافي اذا ما قلنا كلها اتخذت احتياطاتها للموضوع، جهزت حالها، بعض المشافي فرغت الحالات البارده اللي عندها، صفيت عندها ما عاد في حالات مرضيه جاهزه لاستقبال اي حالات من نوع المرض الانتان التنفسي اللي عم شاكين فيه، بعض المشافي خصصت اماكن معينه. هلا بنقدر ولا ما بنقدر؟ انا برايي هذا السؤال يعني ان شاء الله ما نوصل لانه نضطر نجاوب عليه. نعم. حاليا المشافي جاهزه للتعرض لاي حاله زياده بعدد الاصابات والتعامل معها حسب المطلوب. نعم. دكتور خلينا نحكي كمان طبيا، اي متى بتصير الحذر من الفيروس امر مبالغ فيه؟ في حالات عم نشوفها صراحة هي الخوف الشديد، حالات توهم مرضي. أكثر حالة عم نشوفها بصراحة وأنا يعني عم عاني منها بعياداتنا
هو موضوع استخدام الكلور المفرط اللي عم يؤدي لحالات تنفسية خطيرة. نعم. خاصة عم يخلطوه مع مواد تانية وعم تؤدي يعني إصابات تنفسية تحسسية على مستوى الأنف وحتى على مستوى القصبات. حتى يمكن شفنا حالات حروق يمكن دكتور. أو حالة وفاة بمحافظة استخدام اللاذقية. استخدام كحول مع شعلة نار عم تسوي مشاكل. عم يتفنن. يعني الوقاية بحدودها الطبيعية كافية. وبالتالي نحن ما بدنا الإفراط بهذا الموضوع لدرجة مثلا يعني انه تسبب مشاكل احيانا يعني حتى. نعم. فبالتالي اكثر شيء انا بحب اكد عليه هو موضوع استخدام المعقمات بحذر. في معقمات شائعة كلنا بنعرف طريقة استخدامها، في معقمات مكتوب عليها طريقة الاستخدام لازم نلتزم فيها، واذا ما بنعرف هذا المعقم كيف طريقة استخدامه نسأل لحتى نستخدمه، ما نستخدمه بشكل عشوائي بشكل اكيد. يعني دكتور جاوبتنا على كثير من الأسئلة، شكرا لك، شكرا للمعلومات اللي قدمت لناها، شكرا لكل طبيب سوري اليوم على هو جاهز دائما ليجاوب على كثير من الأسئلة، جاهز لاستقبال الحالات، جاهز ليقدم نصيحة، شكرا لأي شخص عم يقدم رعاية صحية لنا، شكرا لك دكتور. يعطيكم العافية وشكرا للجميع، ونتمنى الصحة والسلامة للجميع. أكيد. ونطلع مرة تانية نحكي عن الحساسية، ما نحكي عن كورونا. إن شاء الله يا رب، وما بتطول لهي الفترة. أكيد إن شاء الله. دكتور حسام حديد رئيس شعبة الأذنية بمشفى المواساة، شكرا لوجودك معنا لليوم. يعطيكم العافية.